اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بنحتفل بنصر اكتوبر، النهارده 6 اكتوبر، وطبعا الاجيال لسه صغيره. كان 6 اكتوبر ده من 44 سنه، كان الموافق العاشر من رمضان. بس قبل ما نتكلم عن كيفيه احتفالنا النهارده بنصر اكتوبر وايه اللي احنا هنعمله النهارده، اسمحوا لي بس ناخد كده دقايق قبل ما نبدا حلقتنا. في حاجه كده عايزين يعني نعمل مداخله ليها. هي حاله قابلتها على البوابه وانا داخله، فلقيت زمايلي في الامن ربنا يكرمهم يعني ويجازيهم كل خير. والله زمايلي اللي في الامن دول ناس محترمه جدا، وقد ايه بحس بتعاطفهم مع الناس وقد ايه هما بيتعاونوا معانا، وان هما فعلا دايما لما بيكون في حاجات صعبه قوي بيوقفونا، انا بشكرهم على ده. فكان عمرو زميلنا اللي في الامن واحنا داخلين بالعربيه فوقفنا وقال في حاله ظروفها صعبه مستنيه من الصبح، واحد اسمه حسام، وقال لي معلش هو يعني عاجز ومراته يعني برضو يعني تقريبا بتشوف بسيط قوي. نزلت وكلمت معاهم، وحتى هو عشان كنت بس مستعجلين وانا داخله قلت له طيب هنعمل مداخله على الهواء اول ما ندخل، عشان حتى احنا نسعى ان شاء الله ونحاول نحل له مشكلته باذن الله تعالى، ولكن برضه حبيت ان هو يتكلم عن المشكله بنفسه. يمكن حد من مشاهدينا الكرام يعني حابب يعمل حاجه كده ويكون فيها مسانده للراجل ده ومساعده، خاصه ان هو واولاده ومراته بالظروف اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي يعني محتاج فعلا جدا المساعده من الناس الطيبين، من الناس اللي هم ما يرضوش بان يشوفوا اسره زي كده في الشارع، من الناس اللي هم يعني احسابهم على خير، واحنا كلنا عارفه كل المصريين والعرب على خير، ان هم فعلا ما يرضوش ويحسوا ان فعلا صعب جدا ان هو يبقى نايم في بيته مرتاح هو واولاده ويكون في حد كده يساعده. ازاي بايه هنعرف دلوقتي؟ لو معانا حسام على الهوا ممكن دخلوه. يا جماعه معانا؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا حسام. انت يعني انا زي ما وعدتك اهو دخلتك على الهواء، قول لي الحكايه ايه بقى بالظبط عشان الناس كلها تسمعك. انا بشكر حضرتك الاول، اول حاجه، وبشكر البرنامج حضرتك مصر احلى. ربنا يكرمك. والله يبارك لك. وحضرتك احنا اسره مكونه من 5 افراد، انا وزوجتي، انا واقع من الدور الثالث بمشي على العكازين. وزوجتي كفيفه يعني معاها حضرتك كارنيه، وحضرتك ما بناخدش فلوس ولا اي حاجه، وحضرتك احنا موجودين قدام بوابه 2، احنا كنا قاعدين في شقه ايجار وفوجئنا ان صاحبها باع الشقه، فحضرتك ما بقاش لنا اي مكان حضرتك الا هو باع الشقه وطلعك بره. انت كنتش بتقدر تدفع الايجار؟ كان عليك مثلا اكتر من كذا شهر ما دفعتش؟ حضرتك كان عليا شهرين حضرتك وما كنتش قادر ان انا ادفع، لان انا بمشي على عكازات. كنت بتشتغل ايه الاول يا حسام قبل ما تقع من انت وقعت من دور الكام؟ حضرتك وقعت من الدور الثالث، كنت بشد كهرباء عشان حضرتك عشان رمضان. قبل رمضان كده حضرتك بشد الكهرباء، فحضرتك الحبل شدني مع الهواء كان اقوى مني. ده كان شغلانه يعني انت بتعملها؟ لا انا كنت بعملها حضرتك اللي هي فرحه عشان حضرتك عشان رمضان اللي هم بيعلقوا زينه رمضان يعني. حضرتك في الشارع وكده، فانا حبيت ان انا اعلق في البلكونه. حضرتك الحبل كان اتقل مني. يا الله. شدني مع الهواء راح جاي واخدني، نزلت حضرتك على الخرسانه اللي هي في الشارع. ايوه انا شفتك ماشي. إيه انت يعني انت الاصابه بتاعتك كانت ايه يا حسام؟ انا شايفاك ماسك عكاز. حضرتك المؤاخذه حضرتك اللي هو الكعب بتاع رجلي بس خالص، عملت فيه عمليه محتاج ان انا اعمل فيه عمليه ثاني، فحضرتك ما تلاقيتش حد يقف معايا حتى اخواتي. انت وريتني حاجه وريتني حاجه في وشك بس مش فاكره كانت ايه. ده حضرتك ده ودني برضه محتاجة عملية، لأن حضرتك كنت بدلها من الهواء، لأن أول ما بيجي هواء فيها بيتعبني. أول ما دخلت العمليات حضرتك قال لي لازم تعمل إشعاعتين مقطعية عليها وبعد كده تعمل العملية. فحضرتك أنا ما عنديش إمكانيات إن أنا أعمل عملية. لا يعني ودنك دي برضه من الوعى من بعد ما وقعت؟ حضرتك من ساعة ما وقعت، لأن وقعت على كعب رجله وجاي وقع على الجنب اللي هو بتاع ودني. حضرتك زي ما شفتيها كده عامله اللي هي ورمه. انا شايفه في ورم حواليها كبير محتاج فعلا ان انت يعني. طيب كمل يا حسام. فحضرتك انا معايا دلوقتي 5. انت قلت ان انت بعد ما وقعت مفيش حد وقف جنبك من اهلك، مفيش حد ساعدك؟ لا حضرتك اخويا قال لي تعالى اتفضل تعالى ما عندي انت واولادك، قعدت عنده حضرتك 3 ايام. بعد كده فوجئت ان هو بيتكلم بيقول طب انا اصرف عليك ولا اصرف على عيالك، انت معاك 3 ايام. ده بعد ما وقعت ولا بعد ما اتطردت؟
لا بعد حضرتك، بعد ما وقعت على طول. بعد ما وقعت على طول، بعد عملت انت كنت تشتغل، كنت قلت لي بتشتغل ايه قبل العمليه، قبل الوقعه؟ حضرتك انا كنت بشتغل بتريسيكل، يعني كنا مثلا بنجيب اي حاجات نبيع عليه على التريسيكل بتاع واحد. فحضرتك جه قريبه من البلد، فطبعا هو بدا قريبه عني، قال لي انت رجلك تعباك ومش هتقدر بقى، مش هقدر ان انا اعمل لك اللي هي حديده، ان انت تدوس بقى فرامل، انت كده ممكن تعمل لي مشكله، فمش هينفع ان انا وانت اصلا أنا وانت اصلا تقدر تسوق تروسيكل، يعني رجلك تقدر ولا رجلك ما تقدرش في الظروف الحاليه؟ لا حضرتك تقدر، بس ايه اعمل له زي المرض زي حديده كده في الفرامل، ادوس عليها بايديا. تمام تمام ان انا قافله بايديا بس. ماشي. بعد ما وقعت وفقدت شغلك، يعني ما حدش تحملك، ده اللي انا فاهماه. حتى حضرتك تحمل لي خالص، حتى اقرب الناس ليا ما حدش يقف جنبي، كله بقى يقول لي طب احنا نصرف على عيالنا، لان برضه ظروفهم، الناس ظروف على قدها. هي الوقعه دي قريب؟ الوقعه دي حضرتك بقى لها تقريبا بتاع 7 شهور. رمضان اللي فات على طول. عامل عمليه حضرتك في رجلي، ومحتاجه ان انا اعمل عمليه ثانيه، فمش بقدر ان انا احمل عليها، يعني ممكن احمل على مشط رجلي حاجات بسيطه. فمش بقدر اكمل. فطبعا لما اخرت في الايجار، الراجل قال لي لا ده الشقه هتتباع، ومعلش خد عيالك وشوف مكان ثاني. مفيش حد، اي حد من قرايبك استضافك؟ يعني انت بتقولي قاعد في الشارع، مفيش اي حد من اهلك؟ اي حضرتك انا قاعد حضرتك عند قدام بوابه 2 حضرتك، عند منزل التاج الاعلامي تحت كوبري، والحاجه اللي هي اللي موجوده معايا، لان انا حجزت في المستشفى وانا بعمل عمليه. قعدت 21 يوم في المستشفى انا ومراتي، حضرتك مراتي خفيفه معايا 3 اولاد. ايوه انا شفت مراتك. ايوه خرجنا من المستشفى حضرتك، انا كنت قاعد في الحي ال11. خرجنا لقينا الشقه كلها، الحاجه كلها مسروقه، ما لقيناش اي حاجه. الناس بقت الله يبارك لها اللي يتبرع علينا، اللي يجيب لنا بطانيه، اللي جاب لنا مثلا الحاجات. معلش، الحاجات مسروقه ازاي؟ يعني انت بعد ما الراجل قال لك اطلع من الشقه عشان انا بعتها، الحاجات اتسرقت ازاي؟ حضرتك الشقه اتسرقت، الحاجه كلها اتسرقت لما انا وقعت على رجلي ورحت المستشفى. ده قبل كده. قبل كده. فحضرتك خرجنا من المستشفى، لقينا حضرتك الشقه على البلاط، ما فيهاش اي حاجه حتى الاجهزه. لا اله الا الله. كل حاجه اقسم بالله كل حاجه بتخربش. لا حول ولا قوه الا بالله. بصراحه ربنا يبارك لهم، الناس اللي هم فعال الخير، اللي يجيب لنا غيارين للعيال، لان بيشوفوا ملابس العيال وملابسنا، ايه اللي حصل معاكم، انتوا عاملين كده ليه، نحكي لهم الوضع. زي ما انا بحكي لحضرتك، في ناس برضه عندها رحمه زي حضرتك. انا هنا موجود هنا بقالي 5 ايام، الله يبارك لهم، اللي هم انا ما اعرفش والله، هو لسه قايل لي دلوقتي، يعني وانا داخله. مستنيين حضرتك والله، حضرتك بقالنا كتير. معلش انا والله ما اعرفش، يعني ما يعني وما حدش بلغنا الا وانا داخله، قالوا لي في حد مستنيكي بقاله فتره، انا ما اعرفش. ربنا يبارك لك، ربنا ان شاء الله يعني يحلها على خير. يعني انت طبعا انا عارفه ان الجو بدا يبرد يا حسام، و حضرتك انا عندي البنت الصغيره وابني ومصطفى، واقسم لك بالله تعبانين جدا وعمالين عياط، الله يبارك لهم، اللي هم رجاله الشرطه. حضرتك والله ضباط وامناء وعساكر، واقسم لك بالله يجيبوا لنا اكل، لان احنا مالناش فلوس. لا حول ولا قوه الا بالله. مالناش فلوس نجيب اكل ولا حاجه. النهارده ظابط جه خد بنتي، قد ايه لما ظابط يجي ياخد بنتي ويروح يوديها يكشف عليها في المستشفى ويجيب لها علاج ويجي. ربنا يكرمه يا رب. ربنا يقدره بحاجه بيدفعها لنا، منهم يجيبوا لنا اكل ويجيبوا لنا شرب، حتى العساكر اقسم لك بالله بتخش اللقمه من على بقهم، اللي هي الجبنه والعيش والاكل بتاعهم، اللي هو الاكل المفروض ان هم بياكلوه، اقسم لك بالله بيدوه للعيال الصغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. وحضرتك انا خايف بس ان احنا نايمين تحت كوبري، لا انا بقدر اجيب ميه ولا امهم بتقدر تعدي الطريق. ما انا شفت والدتهم، شفت الام، يعني شفت ظروفها وشفت انها مش شايفه. انت قلت اتفضل. حضرتك ان احنا في حته خطره جدا، يعني بين الكوبري، على يميننا طريق سريع وعلى شمالنا طريق سريع، وعمر في ثانيه ابتدائي ومصطفى في اولى ابتدائي، يعني لا في مدرسه ولا في حاجه. انا كل اللي محتاجه، محتاج بس ان 4 حيطان ان احنا نقعد فيهم. واكيد محتاج تشتغل، ان ما حدش يقول لنا، ان ما حدش يقول لنا بس امشوا. طيب واكيد محتاج تشتغل برضو يا حسام، علشان طيب انت قلت لي في مشكله تانية، معلش فكرني. واحنا قلت لي برضو في مشكله ان ما عرفتش تاخد معاش الضمان او حاجه زي كده، معاش الضمان الاجتماعي. مراتي معاها اللي هو الكارنيه اللي هو 5% حضرتك. ما بتاخدش معاش الضمان هي؟ الضمان الاجتماعي. يعني حضرتك المفروض يجيبوا لها شقه، والمفروض يجيبوا لها حتى كشك، ولا يجيبوا لها حتى محل، ولا لا هي ما بتاخدش معاش الضمان الاجتماعي؟
لا حضرتك ما بتاخدهوش، لان قابلنا الشيخ الله يسامحه وقال لنا ان هو ممكن يجيب لنا شقه وخلاها ختمت الختم بتاعها، لان حضرتك هي مش بتشوف. فلما ختمت بالختم بتاعها فوجئنا ان هو مأمن عليها ان هي سكرتيره عشان يسحب قرض. ده شيخ ايه ده؟ ده مش شيخ بقى؟ ما نعرفش والله حضرتك. طب وانت كنت فين؟ انت كنت فين؟ انا حضرتك انا كنت طالع اشتغل، وكان جالنا عن طريق حد معرفه وقال له ده الراجل ده كويس وخدم ناس كتيره ويخدمكم عشان الظروف اللي لا اله الا الله. فعشان كده ما بتاخدش معاش الضمان الاجتماعي. حضرتك زي الغريق لما بيلاقي الشاي عايز يمسك فيها. فحد قال لها كده فهي فرحت، فوجئت ان هي بتكلمني في التليفون. عارف الحمد لله. عارف اسم الشيخ وعارف هو عارف ساكن فين او عندك اي معلومات عنه؟ حضرتك انا عارف اسمه، بس حضرتك هو حاليا دلوقتي سافر بره مصر. ماشي بس معاك يعني معاك العنوان بتاعه اللي هو مأمل علينا فيه حضرتك. ماشي معاك اسمه وبياناته، علشان لو هما نبلغ وزارة التضامن الاجتماعي يبحثوا في الموضوع ده، بس احنا بندور في كده. طيب يا حسام. بس حضرتك مشكلة ان هو مأمل عليها في مطروح، وانا زي ما قلت لحضرتك احنا خمس افراد. طيب طيب احنا هنشوف، لا هنشوف المشكله دي مع وزاره التضامن بالنسبه لموضوع المعاش، واما الموضوع الثاني باذن الله المستعان ربنا يعيننا ونشوف حل، او حد من مشاهدينا دلوقتي يقدر يساعدك ازاي يا حسام، وربنا ان شاء الله يعافيكم باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا يا حسام. يعني انا بس حبيت اعرض على حضراتكم مشكله حسام. شاركوني بقى، يعني احنا بنحاول، بس احنا برضو يمكن حد يقدر يساعده. يمكن احنا بنقابل زي ما قلت لكم في حلقتنا اللي فاتت كل ساعة تقريبا يعني حالات، وزمايلي طبعا سامعين دلوقتي قبل الهوا على طول كان في كام اكتر من حاجة صعبة جدا جدا جدا. يعني ربنا يعافي الناس جميعا يا رب، ويساعدنا ويعيننا ان احنا نكون سبب في ان احنا نقدر نعف الناس، خاصة أسرة زي كده لو اللي يقدر يساعدها في ستر أسرة، ان هم يكونوا في يعني الولاد اللي بيروحوا مدرسة. أنا شفت ظروفهم وشفت شكلهم على فكرة، يعني حالتهم صعبة جدا جدا جدا، فعلا حالتهم صعبة، ملابسهم الجو بدأ يبرد، الدنيا برد، بيتغطوا بإيه يعني؟ وربنا يجازي كل الناس اللي بتقف بتحاول تساعدهم بلقمة بتاع، بس وبعدين هو في الآخر محتاج أربع حيطان أي من كان اللي تقدر تساعد بيه، يعني إذا كنت تقدر تساعد وهيكون لك أجر في إن أنت سترت بني آدم، سترت أسرة كاملة بأطفالها، يعني أنا شايفاها شايلة طفلة رضيعة وابنها صغيره، ما حتى هي ما سمعت صوتي فجايه فبيجرها، هي ما بتشوفش، يعني هي عاجزه، وهو ظروفه الصحيه دي لو تشوفوا حال الاسره اللي انا شفتها قد ايه كانت الحاله صعبه. فاللي يقدر يساعدهم ربنا يجازيكم كل خير كده، وتاخدوا النيه بالاجر ان شاء الله، وخدها نيه باي حاجه انت طالبها من ربنا، شوف النيه وشوف ان شاء الله ربنا اما ربنا يعني يجعلك سبب في ستر الاسره دي وان انت تساعدها، واحنا ان شاء الله باذن الله طبعا هنحاول ويعني هنسعى اخر سعينا في ان احنا ان شاء الله نقدر نوفر له يعني الحياه الكريمه اللي هو ممكن يعني تعفوا عن السؤال باذن الله، لان هو محتاج ان هو يشتغل عشان بعد كده، ما هو حتى لو عنده مكان محتاج برضو يشتغل، والله المستعان باذن الله تعالى. معلش سامحوني اذا كنا بدانا كده، بس مش احنا هنتكلم حلقتنا النهارده كلها عن احتفالنا ب 6 اكتوبر، بس حبيت ان احنا في البدايه لان انا وعدته ان احنا هنتكلم وهنحاول ان احنا ندخلك علشان نشوف ازاي نقدر نساعدك. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهارده، احنا بنحتفل بذكرى انتصار اكتوبر. طبعا الاحتفال بتاعنا او دلوقتي احنا بقى لنا بنحتفل بذكرى انتصار اكتوبر وبالفرحه وازاي النصر وكذا وكذا، بس بقى لها 44 سنه، فهتلاقوا اجيال كتيره يعني من يعني دلوقتي حتى اللي يعني اللي عاصر او اللي شهد او الناس اللي حاربت طبعا الابطال البواسل اللي هم يعني شهدوا الحرب، واللي لم يشهد من الناس يعني دلوقتي اعمارهم فوق ممكن تبقى فوق الستين، لان حتى كان 10 سنين في الخمسينات وما قبل بقى، يعني عندك الأطفال والشباب كل دول لم يشهدوا الحرب وأجواء الحرب. يا ترى كان أجواءها إيه، خاصة يعني حرب أكتوبر دي هي الحرب الرابعة بعد 48 و50 و67 وكانت حرب أكتوبر 73. الحرب كانت الأجواء خاصة بعد 67، نكسة 67 كلنا قرأنا خدنا في المدرسة، شفنا في الأفلام، ممكن أفلام لن تتعدى يعني أصابع الإيد الواحدة، شفنا وعرفنا وتابعنا، بس تقيلة قوي المواد مثلا اللي انت ممكن
تعرف فيها يعني معلومات أكتر عن حرب أكتوبر والنصر العظيم لحرب أكتوبر وخط بارليف اللي كان صعب جدا، وكان يعني كانت إسرائيل شايعة قد إيه إن هم لن يهزموا وإن الخط ده هو من المحال إن إحنا نعبره. عبرنا، وكان طبعا ده بعد ما في 67 لما اخذوا يعني سينا، وكانت الهزيمه بتاعتنا اللي انا يعني كلنا سمعنا عنها وقرانا عنها قد ايه كانت الناس في حاله احباط. الست سنين اللي هم ما بين 67 لحد 73 كانت الاجواء بين الناس عامله ازاي؟ وكانت حاله الحرب عايشينها ازاي؟ وكان التعاون يعني هل كان في تكاتف ما بين الشعب والدوله، ويعني اللي هي انظمه الدوله الحكومه والجيش والشرطه، كانت الدنيا عامله ازاي؟ إيه كتير كنت قاعده افكر في الموضوع ده، ويعني وكنت حتى يعني اسال والدتي فيه، يعني الدنيا كان حاله الحرب اللي هل يعني احنا عايشين شبهها دلوقتي؟ ما احنا الحرب زي ما قلنا قبل كده كتير آلياتها اتغيرت، ما بقتش الحرب اللي احنا زي ما احنا شفناها في الافلام بالدبابه والطيارات، والآليات اختلفت، ولكن مش حاسين ان احنا عايشين اجواء حرب. في احباط، في احساس بان الاجواء كلها مش الاجواء اللي هي اللي انت تحس بالمسالمه. اكيد كلنا بنحس بده. الحرب تغيرت الياتها، بان بقى في عندك ارهاب، بقى في عندك ازاي يضربوا نقاط القوه في الشعب، ازاي يضرب يعني اهم حاجه عندك ان هو يخوخ العقول والثقافه والفن، وازاي ان هو يقضي على الحماسه والانتماء عند الشباب. حاجات كتيره، اليات كتيره اتغيرت. هل احنا ممكن نستعيد الروح اللي كانت موجودة قبل حرب أكتوبر ونحس فعلا بالنصر؟ هل نقدر نعدي الكبوة دي كأننا فعلا انتصرنا وعبرنا؟ هل نقدر نعبر زي ما عبروا أهالينا في 73؟ عايزين نعرف تفاصيل كتيرة قوي، ودي اللي هنعرفها النهاردة. حبيت النهاردة أن احنا يكون معانا جهابذة من الجيش المصري العظيم، الجيش اللي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا بأنه هو خير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض، عارفين يعني إيه إن الرسول هو اللي يقول ده؟ يعني فعلا الجيش بتاعنا هو خير الناس، ورجالته خير الناس، ورجالته هم خير الأبطال. الجيش ده اللي عبر، والجيش ده اللي هم فعلا يعني مسحوا الهزيمة وبصم الوصمة بتاعت الهزيمة في 67 عن الناس كتير، وقد إيه الناس أكيد بقى وقت الهزيمة ده كان في كسرة في نفوسهم، وإزاي بعد كده حسوا بالعزة والنصر. النهاردة هيكون معنا اللواء أحمد حسن، أحد قادة سلاح الصاعقة في حرب الاستنزاف وأحد أبطال أكتوبر، واللواء محمد بن داري أحد أبطال سلاح الصاعقة خلال حرب أكتوبر. عايزين نعرف منهم تفاصيل، وحابة أعرف منهم يعني الوقت كان وقت الحرب ده إيه الصعوبة؟ ما احنا بنسمع كتير إن كان في صعوبة في الحرب، ويا ترى كان تم التخطيط إزاي؟ وقبلها كانت الدنيا الناس كانت عايشة إزاي؟ الناس كانت، هل كان في فعلا زي ما قلت لكم كده كانت الناس صابره وقت قبل الحرب؟ وكانت هل كان في موجه غلاء زي اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ هل كان في ايه اللي كان موجود ايام قبل الحرب على طول؟ وهل هم حسوا بتكاتف في الشعب معاهم، وهم يعني كان عنصر مساعد؟ لان اكيد الجيش مش حارب لوحده، اكيد كان معاه الدوله كلها متكاتفه علشان تعبر، وعلشان فعلا تحس بان احنا نقدر ننتصر، وان احنا الجيش اللي يعني كانوا هما بيقولوا اسرائيل ان هما الجيش الذي لا يهزم. لا يعني هل المقوله دي طلعت خرافه؟ فعلا طلعت خرافه. تعالوا نستعيد كده روح اكتوبر باغنيه يعني انا بحبها جدا، واكيد حضراتكم في كتيره من كل الاجيال بيحبوها. تعالوا نشوفها كده مع بعض ونرجع تاني. ايه جمال الاغنيه ودي والفيديو ده، يعني انا لو شفته مليون مره ما زهقش منه. ودي الاغنيه اللي كنت بغنيها مع الاطفال في المدرسه اللي انا شفتوها يوم الاربعاء اللي فات. قد ايه بحس كده بعزه ونصر، وبحس يعني مصر دي عظيمه قوي. سيبكم من ظروف وتغيرات حصلت، ولكن مصر هي العظيم. يعني في فيديو شفته يعني كان جالي على الواتساب عجبني قوي، خدت لكم منه كده كام جمله لان هو كان جاي لي كتابه. بيقول ان في حقائق وحاجات ممكن احنا نكون ما نعرفهاش، ان ليست صدفة أن تكون مصر أول دولة على كوكب الأرض من آلاف السنين. صحيح، أكيد مش صدفة، أكيد ربنا خلق ده مش صدفة. ليست صدفة أن يولد فيها نبي الله إدريس ويكون أول من كتب الأحرف بيده، وأول من فصل الملابس ليلبسها من بعد كل البشر. أكيد مش صدفة. ليست صدفة أن يطلق الناس منذ فجر التاريخ على النقود والأموال كلمة مصاري مشتقة من مصر. ليست صدفة أن يشتري أحد المصريين نبي الله يوسف
ويعيش ويموت في مصر، وأن تكون فيها خزائن الأرض، ويكون نبي الله طبعا سيدنا يوسف بمثابة رئيس الوزراء فيها. أكيد أنا طبعا الفيديو لو قريت يعني قلت لكم فيه كان جميل قوي قوي قوي، تحس وقتها بالانتماء وقد إيه يعني نسيبكم من 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 إحساس الصعب اللي ممكن بيعترينا أو بيعتري البعض منا، بيجي البعض منا إن إحنا زهقانين من الأجواء الحالية ومن الظروف الحالية والغلاء وكذا وكذا، ولكن لما بتقعد تفكر قد إيه هتلاقي نفسك بتحب البلد دي قوي وبتحب الأرض الطيبة دي قوي، وإن الناس معدنها فيها كله خير. والله الناس في مصر ما زال فيهم الخير، يعني أصل سبحان الله، يعني 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 كل اللي إحنا قلناه ده، كل اللي احنا قلنا ده بيدل على ان ربنا يعني خالق الخير في الارض دي، وان شاء الله يعني زي ما ربنا قال في كتابه العزيز ادخلوها امنين، هي ان شاء الله كل ان شاء الله نكون فيها امنين باذن الله، وابدا ربنا لن يدير مصر، وابدا مصر ابدا لن تنكسر ولن تموت. وسبحان الله اهو بالخير دلوقتي لسه زمايلي بيقولوا لي معانا حد فعل خير مش عايز يقول اسمه. طيب اتفضل. الو. ايوه ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيث الحالة اللي كانت مع حضرتك دلوقتي أنا ممكن لو حد من عندك من الإعداد حد يشوف له شقة غرفتين وصالة ولا حاجة وأنا بتقبله طول الحياة. الله أكبر الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجازيك كل خير. يعني تبعتي لي حسابك على البرنامج، حسابك على البرنامج ربنا يكرمك، احنا ما عندناش حساب، احنا هنوصلك بالحالة على طول، بس مش قادرة أقول لك يعني أنا جسمي أشهر. ربنا يكرمك يا رب ويعزك يا رب ويجعلها ليك ستر دنيا وآخرة. ربنا يجازيك كل خير، أسلكت صدري ومش متخيلة إن في استجابة سريعة بالشكل ده. ربنا يكرم. ربنا يجازيك كل خير، ربنا يجازيك كل خير، وأشكرك جدا. ويعني أهو الخير بشكل يعني يا جماعة بشكل عملي جدا، قد ايه انت بس مجرد ما بتنادي وبتلاقي الخير سبحانك يا رب. هو الناس متخيله انت يعني زي كل الحاجات اللي احنا بنعملها وربنا بيرزق بيها. يعني انا اما قابلت الراجل بره كنت متخيله ان احنا الصعوبه كلها في ان احنا نلاقي شقه او كده، بس قلنا نحاول، قلت له والله المستعان، بس انا وانا والله احنا بندخله كانت النيه كده، بس مش متخيله انها ان تكون بالسرعه دي. ربنا يجازي الناس كلها والله يجازيها خير، وكل حتى اللي بيتعاطف ويحاول حتى ان هو يساعد ربنا يجازيهم كل خير يا رب. يعني بشكركم بشكره جدا والله فعل خير ده، يعني مش قادره اقول لا يعني اسلك صدري. معانا مين؟ معانا عفاف من القاهره. الو. الو. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. انا برضو هتبرع له بمبلغ دلوقتي اذا كان هيقدر، طبعا عنده شويه احتياجات. ربنا يجازيكي كل خير يا رب. له مبلغ شهري كل شهر ما شاء الله. الله اكبر. يعني هدفع له دلوقتي 10,000 وكل شهر ممكن ادفع له 1,000. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله، ربنا يجازيكي كل خير، انتوا ناس جميله قوي والله. بس مثلا عن طريقه او المندوب مثلا يجي لي او حسب بقى، هنوصلك برضو يعني بيه مدام عفاف علشان برضو يعني عشان يطمئن قلبك وتشوفي الناس وتشوفيهم، هتحسي والله باحساس كويس قوي يعني ان انت تروحي وتشوفي الناس وتشوفي بقى تدي لهم الحاجه ازاي. مشكله مفيش اي مشكله. ربنا هنوصلك بيه ان شاء الله، ورقم تليفونه مع زمايلي نوصلك بيه ان شاء الله، وربنا يجازيكي كل خير. رقم تليفوني. حاضر. ويا ريت طالما البرنامج عنده حالات كتير ليه مثلا ما بتعملوش مثلا رقم في البنك او اي حاجه، بحيث يبقى الموضوع سهل مرة على البنك على طول، وانتوا برضو بتشوفوا الحالات اللي عندنا. هو احنا البرنامج اصلا احنا لينا تيمة تانية، برنامج تنموي مش برنامج حالات انسانية، ولكن اللي بيترك بابنا ما بنحاول ان احنا نساعده، واحنا ما عندناش رقم حساب يعني ما دخلتش في الموضوع ده، انا قلت ده في الحلقه اللي فاتت يعني، ولكن نقدر نوصلك، تقدري برضو سهل ان شاء الله توصلي له. بقى سهل ان احنا نوصل توصلوا الفلوس حتى عن بريد، عن طريق البريد يعني. مفيش أي. ربنا يكرمك ويعزك وبشكرك جدا، جزاك الله كل خير. ربنا يعينك يا رب يقدرك برضه، لانك انت وسيله يا رب يأجرنا احنا كمان معاكم بقى يعني ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك جدا اشكرك جدا. معانا ام محمد من القليوبيه. الو. 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 ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. كنت عايزه اتبرع للحاله اللي كانت لسه مع حضرتك دلوقتي.
ربنا يجازيكي كل خير. ربنا يجازينا جميعا يا رب. ويجازيكي يا رب. حاضر. التواصل هيبقى ازاي؟ نعم؟ التواصل مع الخالة هنوصلك، هنديكي رقم تليفونه وتشوفي تقدري توصلي ازاي. في برضو طريقة يعني احيانا الواحد بيضطر لها، بيبعت له عن طريق البريد، ولو حابه حد عندك في مصر يعني قريبك او حد قريب منك تقولي روحي شوفي الحاله تتاكدي، هنشوفيها بعينيكي. تتاكدي برضو وتشوفي عشان تبقوا عارفين برضو. وطبعا الفعل خير برضو في الاول ده هنوصله بحيث ان الناس تشوف الحاله بعينيها ان شاء الله. ان شاء الله. وجزاكي الله كل خير. وجزاكي والله، اشكرك جدا، اشكركم، انتوا ناس جميله والله ناس جميلة يعني. طب والله كويس يعني، ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. معنا سهير من القاهرة. ألو. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. طب أنا أتواصل إزاي بقى بالموضوع بالحالة؟ حاضر، هنوصلك بيه، نبعت لك. طب بص أنا تعبانة وما بنزلش لو سمحت، يا ريت حد يجيلي. أو ممكن مش بيبقى، أنا من الواحد ما بيتبرع لأي حاجة مثلا زي الأورمال، بيبعتوا لي وصل بالمبلغ وبيجي مندوب يدي له الفلوس. عندكم الكلام ده؟ حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في شبرا. طيب هو احنا بس ما عندناش ده. يعني احنا برنامج مش جمعيه، ولكن ممكن نوصلك بالحاله بالتليفون بس، وتقدري هو يجي لك هو او يبعت لي، هو عنده مشكله في رجله بس، نشوف يقدر يتواصل مع حضرتك ازاي. وجزاك الله خيرا ايضا يعني عنيا حتى. طب اديك العنوان ونشوف بعد كده يعني. حاضر، هم هيكلموك زمايلي ويتواصلوا ان شاء الله كله خير باذن الله. جزاك الله دلوقتي ولا حاضر؟ ولا إيه؟ حاضر، هيكلموك دلوقتي لو معانا تليفونات كتيره هيكلموكي بعد الهوا. طيب اشكرك. اقفل يعني دلوقتي؟ اتفضلي اتفضلي. طب قدامي كتير يعني، عشان يعني انا داخله بس قدامي كتير يا حبيبتي. حاضر، هخليهم يكلموكي حالا. حد يا جماعه من زمايلي يكلموها دلوقتي. ماشي، هيكلموكي حالا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. ويعني قد ايه الناس جميله، وزي سبحان الله لسه بقول، والله انا بقول ما اعرفش يعني، انا بقول في خير في مصر وفي خير في الامه دي، والخير في امتي الى يوم الدين، زي ما اخبرنا الحبيب المصطفى. يا جماعه هو الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، يعني ما قالش كلمه عن هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل كلامه هو الصادق الامين، فلما يخبرنا فهو كل كلامه صدق. فاحنا هو ده هي دي مصر وهي دي الناس. بيحصل ان ممكن زي ما قلت كتير بالناس بتزهق وتتعب، ولكن تعالى في وقت هو الناس شافت الحاله ما شافتوش، يعني مجرد ان هو دخلناه وكالعاده وانا داخله قلت له حاضر والله المستعان، وقلت لزمايلي يا جماعه في حاله كذا عايزين ندخل، يعني احنا بس يعني قلنا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى هو الله هو اللي بيرزق. وواضح ان هو فعلا محتاج جدا، وواضح ان فعلا ربنا اراد له بالرزق ده. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. معانا اللواء عادل من القاهره. الو. ايوه اتفضل. مساء الخير يا مدام وفاء. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا بحيي اول البطلين اللي انت مستضيفاهم. ايوه الزملاء الاعزاء اللي هو البنداري واللي هو احمد حسن زملاء الحرب. ربنا يكرمك ويعزك. وانت مستضيفه اعظم الرجال واصدقهم واتباعهم. طبعا البنداري واحمد حسن. وانا الحقيقه عامل المداخله دي مش عشان احييهم بس، لكن انا سمعت الحاله. وانا حضرتك عايز اقوم باي حاجه هيطلبوها. ربنا يكرمك ويعزك، ربنا يكرمك ويعزك يا رب. هقدم لهم يعني اللي هم عايزينه. جزاك الله كل خير. هقدم حاجه، واحده قدمت حاجه، وانا هقدم برضو حاجه. ده اقل شيء ممكن نقدمه لشعبنا اللي وقف جنبنا في حرب اكتوبر. طبعا طبعا طبعا. ربنا تحياتي لحضرتك يا مدام، وانت اسمك على اسم بنتي على فكره. ربنا يكرمك ويعزك، ده لنا الشرف فعلا. شاكر جدا. شكرك. وسلامي للاطفال اللي عندك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. من فضلك وصليني بس. حاضر، هيدوا لك الرقم حالا. حاضر، اتفضلي. اشكرك جدا، اشكرك جدا. طيب انا عارفه ان في يعني اي بقى مداخلات ممكن ناجلها بعد ما نشوف تقريرنا. تعالوا احنا عملنا تقرير كده سريع في الشارع، نشوف الناس عارفه ايه عن حرب اكتوبر وايه معلوماتها عن الحرب. يعني مش كل الناس ممكن تكون عندها المعلومات الكافيه، ولكن
اكيد في ناس كتير عارفه، هنشوف الناس رايها ايه وبعدين نطلع فاصل وكده نستقبل ضيوفنا الكرام. اللواء احمد حسن احد قاده سلاح الصاعقه في حرب الاستنزاف واحد ابطال اكتوبر، واللواء محمد البنداري احد ابطال سلاح الصاعقه خلال حرب اكتوبر. طبعا عارفه ان كل بطل من الابطال دول يعني كل لواء عنده تايتل كبير قوي، هسيبهم هم يحكوا عن التايتل بتاعهم لان انا مش هقرا كل ده، وان شاء الله يعني باذن الله تعالى يعني النهارده تستفيدوا جدا من اللي هيقولوه. احنا عايزين نعرف، عايزين نستعيد انتمائنا من اول وجديد تاني، عايزين نحس بعزه ونصر تاني، عايزين نشيل روح الاحباط وروح مش عايزه اقول يعني خلينا نقول في الاحباط بس، عايزين يعني روح الاحباط وبعض الناس اللي بتقول اكتئاب وكذا وكذا، عايزين نحس بان احنا في امل في بكره تاني. تعالوا نشوف تقريرنا ونطلع فاصل نستقبل ضيوفنا. حرب اكتوبر ده يوم مقدس عند المصريين طبعا بعد حرب الاستنزاف طبعا اللي حصلت سنه 67 طبعا، يعني كانت ضربه قاضيه طبعا بالنسبه للمصريين. فالحمد لله يعني بعدها يعني بست سنين يعني سنه 73 قدرنا نحقق انجاز، يعني اكبر انجاز تاريخي في العالم، ان احنا نعبر مثلا اللي هو ندمر خط بارليف اللي هو يعتبر اسطوره اسرائيل المدمره، وان احنا يعني نعبر قناه السويس كل ده في 6 ساعات، ده انجاز تاريخي طبعا للمصريين. واكيد يعني اكيد حد من الاهلي يعني كان بيحكي لي طبعا عشان مصر يعني والجيش وكده، وبرضه انا بقرا يعني في كتب التاريخ طبعا عن حرب اكتوبر وعن الامجاد اللي حصلت فيها. اكيد يعني اي مصري مثلا او اي شاب اكيد يعني يعرف عن القصه دي. هي الحرب اللي احنا استعدنا فيها حريتنا من الصهاينه. الحرب ديت احنا بدل ما كنا محتلين من الصهاينه وبينهبونا، عدينا المرحله ديت وحاربناهم وكسبناهم. طبعا في الحرب ديت كان فيها طبعا تعاون بين الدول العربيه كلها، بحيث ان كان بينا اتفاق بيننا وبين سوريا اللي احنا هنحارب من ناحيه سيناء المحتله عندنا، وما يحاربوا من ناحيه جولان الاثنين.